السلام عليكم، معكم صابر من فيتنس الدارجه في واحد الفيديو جديد. وفي هذا الفيديو هذا انا عارف غنقول لكم واحد الحاجه اللي ما غاديش تبغيو تيقوني ولا غاتجيكم صعيبه، ولكن اللي قلت لكم بان احسن طريقه باش الناس في العشيه تشرب قهوه كحله وتكا، انا دابا نوريكم كيفاش باش تتاكد. طبيعه الحال اول حاجه كنحتاجوها هي قهوه كحله. الا ما كانت عندكم في الدار فمن الاحسن انكم تخرجوا تجيبوها وتحطوها عند حداكم. القهوه بدا درناها تسخن، الكاس ديما هنا. المهم اللي كيسول واش كلشي عندك كحل احمر، كلشي عندك كحل احمر. ندير واحد الابرامه كانوا شنو تيقول ان القهوه كحله خصها تكون واحد نورمال صغيره باش نشربها بالزربه ونمشي الناس. القانون الثاني شنو تيقول؟ ما نديرش فيها السكر ولا المحليات حيت هادشي غادي يخرمز ليا داك المنافع اللي غادي نكتشفهم انا من بعد. ايوا من بعد هادشي شنو كنديروا؟ هاي جوجل ويك مي اب ان 30 مينيتس 5:45 PM. ها مورا هادشي خصنا نديرو شي حاجه اللي غادي تفيقنا ماكسيموم 30 دقيقه. دونك الاحسن وقيته هي 21 دقيقه. دونك تنديرو حنا واحد 30 دقيقه ولا 25 دقيقه بلا ما نط وغادي نتكا. دونك 20 دقيقه غادي نوض غادي نكون ناضي منضي. يلا معايا دابا الى النوم. المهم الناس كما قلت لكم بحال هكا حبه دلو يكون الضو ناقص ولكن يكون عندنا اكسل الضو. الناس بحال هكا تهلا تقريبا الوقت جبتو وهذاك هاد النعسه هادي ما كانتش في هذيك التغيبه. واحد الحاجه واحده اخرى نيت مزيانه علاش درت هاد الضو هذا تيرن اوف ذا الارم صافي ناضي. المهم حيت دراسه دارت بقهوه كحله الضو تقريبا مجهد والغسيل ديال الوجه. انا دابا غادي نوض غادي نغسل وجهي وغادي نشرح لكم. بغيت نكمل لكم دابا الفيديو ولكن صراحه انا ديال لقيته فين كنمشي للاصال مع الاسف. دابا الصراحه ملي رجعت من لاصال ماشي داك النهار وماشي لا غد ليه، هذا راه النهار الثاني تقريبا مور داك النهار. حيت داك النهار رجعت عيان وما قدرتش نسجل والنهار الاخر كنت كنخدم على حاجه اخرى. المهم اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا علاش الكافيين كيعاوننا اننا ما يبقاش فينا النعاس ونحسوا بالطاقه ولا شي حاجه. وباش نعرفوا هادشي خصنا نعرفوا شنو هو اللي كيسبب لنا العيا بدرجه اولى. ففي النهار ملي كنفيقوا دماغنا كيخدم فهو كيدير واحد المنتوج سميتو الادينوزين. هاد الادينوزين الا كنتو قارين سيونس غتكونوا فاهمين. فراه الادينوزين تريفوسفات الاي تي بي اللي كتعطينا الطاقه. المهم هاد الادينوزين هذا اللي كيشاط من بعد كل تفاعل كيبقى يطلع للدماغ وتيبدي يحبس في واحد لي ريسبتور. كل ما عمرو دوك لي ريسبتور بحال الجسم ديالك تيقول لك خصني نعيا باش نحيد هادشي. والطريقه باش كيتحيد هادشي في الدماغ ملي كينعس كيبدا ينقي هذوك الادينوزينات وكيحيدهم فهمتي، كيبدا يمحيهم. وداكشي علاش ملي كتفيق ما كتحسش بالعيا من غير شي وحدين اللي كينعسوا بزاف ولا كينعسوا شويه ولا المهم عندهم مشكل في الناس كينوضوا عيانين ولا الماكله ديالهم ضعيفه ولا بزاف ديال الاسباب اللي تقدر تخليك، ولكن هذا موضوع اخر. نرجعوا دابا الكافيين شنو كيدير. اول الكافيين من ناحيه شيميك فعندو نفس ستركتور ديال الادينوزين ولا شي حاجه متقاربين. دونك يمكن له يتحط في نفس هذاك الريسبتور بحال اللي قلتي كيجي او بوب كيتحط. دونك الادينوزين ملي كيدور وكيجي كيبغي يركب باش يحس بالعيا ما كيلقاش بلاصتو. عاد حتى الكافيين ممكن انه يجي شي ادينوزينات ويجرع عليهم ولكن ما يمكنش له يجرع على بزاف. داكشي علاش الا شربتي قهوه واخا يكون فيك بزاف ديال الناس في واحد اللحظه ما تبقاش تفيدك حيت بطبيعه الحال ما يمكنش له يجرع على كلشي. قلنا النعاس كينقي شويه ديال الادينوزين والكافيين كيجي بلاصه الادينوزين باش ما يخليهش يتحط. اذا الا جمعنا النعاس مع الكافيين ف غنشوفوا شي حاجه الاخر ديال الاخر. داكشي علاش هذيك السياسه واخا فيها غير 20 دقيقه حتى نص ساعه فكتكون ناضيه. واذا الكافيين ملي كيطير الناس كيفاش انا غادي ندير غادي الناس هذيك العشيه؟ الكافيين باش يدوز للجسم ويتهضم ويتمتص بالمصران ويوصل حتى للدماغ خصو ما بين 20 حتى 30 دقيقه. وشنو هي اللي 20 حتى 30 دقيقه؟ هي المده النيت اللي قلنا غادي نديروا فيها هذيك الناف ديالنا. شو تبارك الله اني فيكي مضوي. ناضي صافي. تقول لي دابا صابر بارك علينا من الطراطم، واش كاين شي حاجه سيونتيفيك باش غادي تدعم هذه الهضره ديالك ولا غير هذا الشيء كيبان منطقي؟ وهو صراحه كيبان منطقي ولكن تصنت ليا. كاينين ثلاثه ديال الدراسات اللي غادي نقدروا نعتمدوا عليهم. كاينه الاولى في 96 اللي دارت باش يشوفوا تاثير ديال لاسيست والكافيين والو على الشوافريه. المهم في الدراسه كانوا ثلاثه ديال الجروبات، وحدين داروا غير لاسيست، وحدين شربوا غير القهوه، وحدين ما داروا والو. ولقاو بان هذا
هادوك اللي شربوا القهوه واللي داروا هذيك لاسيس ديال ربع ساعه تقريبا بجوجهم كانوا تقريبا فايقين واحد الساعه اكثر من هادوك اللي ما داروا والو. وفي 1997 جات واحد الدراسه اللي خدات على هاد الدراسه النيت باش شدوا 12 شيفور وداروا عليهم واحد التجربه. المهم هاد 12 شيفور كانوا فيهم الناس وشدوهم عطاهم واحد البوز ديال نص ساعه، قال لهم بعد نص ساعه هادي غادي تشدوا غادي تسوقوا واحد اللعيبه بحال اللي تقريبا كتسوقوا بالصحيه سيميلاتور ديال السوقان. عطاهم ساعتين، قالوا لهم ساعتين ديال السوقان. اربعه منهم كانوا ما داروا لا نعيسه لا والو، اربعه منهم خداو 200 ملغ ديال الكافيين واربعه الاخرين خداو 200 ملغ ديال الكافيين وداروا واحد الغفوه صغيره. المهم لقاو بان بطبيعه الحال هادوك اللي داروا الغفوه وخداو الكافيين فكانوا حسن من اللي خداو غير الكافيين، وحتى اللي خداو الكافيين كانوا حسن من اللي ما داروا والو بطبيعه الحال. والدراسه الثالثه اللي كانت في 2003 واللي دارت باش تشوف التاثير ديال النعيسه ديال الغسيل ديال الوجه وديال الكافيين في التركيز. المهم هاد 10 ديال الشباب داروا لهم 5 ديال لي تيست. التيست الاول كانوا خداو غير واحد النعيسه ديال 20 دقيقه، التيست الثاني خداو 200 ملغ ديال الكافيين وموراه واحد النعيسه ديال 20 دقيقه، في الثالث كانوا خداو واحد النعيسه ضربوا لهم الضو لمده ديال دقيقه تقريبا في وجههم من غير بعد ما فاقوا، الرابعين مع فاقوا مع غسلوا لهم وجههم، وفي التيست الخامس قالوا لهم ارتاحوا ولكن ما تنعسوش. ما فهمتي انت متكي مغمض ولكن ما تنعس. وفي هاد 5 ديال التجارب كاملين كانوا دوزوا واحد التيست صغير تقريبا ربع ساعه قبل ما ينعسوا وعاودوا دوزوه واحد ساعه من بعد ما نعسوا. وبطبيعه الحال في النتائج كانوا ان من بعد ما خداو الكافيين ونعيسه كانوا تقريبا احسن نتائج، وبقى تقريبا لفي ساعه مور ما فاقوا، والنعيسه مع الضوء حتى هي كانت قريبه بزاف الكافيين مع نعيسه ولكن كانت ضعف من واحد الناحيه. ديك النعيسه ومورا غسل الوجه ما بيناتش شي حاجه في الامتحان، ولكن الناس اللي يلاه غسلوا وجههم قال لك بان ما بقاش فيهم هذاك النعاس، فهمتي ملي يلاه كتنوض صافي مشى لهم الناس دونك ولاو فايقين مزيان. اذا من هادشي كيبان لنا بان كافيين زائد نعيسه وتنوض يضرب فيك الضو في وجهك وتغسل وجهك فغتكون شي حاجه طوب. المهم دابا خصنا نعرفوا شنو القوانين كيفاش ناخذوا هاد القهوه هادي قبل ما ننسوا. اول حاجه التليفون خصو يكون مود سيلونسيو، والناس اللي تعرفوني وتعيطوا ليا في هذيك الوقيته اللي كنكون ناعس وكنسى ما كنديروش السيلونسيو عارف اني شحال كنتعصب ملي تيفيق شي واحد من هذيك النعاس. المهم بين قوسين راه كنعس ساعه ونص كنديرش نص ساعة، ولكن أنا كندير سيكل كامل صراحة، هي صعيبة باش تحكمها ولكن المهم، فكنعس تقريبا السيكل ديالي كامل، ملي كيكون عندي الوقت، ملي مازيكونش عندي الوقت فكندير الطريقة بحال ديال البارح، ملي تيكون خصني نمونطي وداكشي. موراها ملي سكتنا التليفون والفيبراسيون خصنا نحاولوا أننا نكونوا في شي بلاصة اللي ما يكونش فيها الصداع وتا الضو ما يكونش ضارب ليا نيشان في وجهي، وهنا نقدر ندير غير ماسك ديال الناس ونقدر ندير واحد اللعيبات ديال الودن اللي كنت كنبيعهم شحال هادي ودابا ما بقيتش كنبيعهم مع الأسف، ولكن راه غتلقاو الناس كيبيعوهم. والحاجة الأخرى كما قلت لكم في الأول فالقهوة خصها تكون صغيرة باش نشربها دغيا والناس، أنا بقيت أنا جالس كنشرب شي أمريكان طويلة وجالس كنتبنن وكنشوف، يبدا لافي ديالها وأنا مازال ما ناسش دونك غنتخرمز ما غنناس ما صدق شارب قهوة مزيان، المهم غنتبرمج. داكشي علاش خصها تكون واحد كافي نوار صغيرة ولا لا كانت أمريكان ولا شي حاجة تكون باردة باش نهبط عليها بجغمة وحدة ونوض نايض. والناس اللي ما كيشربوش قهوة ممكن أنكم تاخذوا الكافيين، غير هو خصكم تعرفوا بأن الكافيين على حسب لا فورم اللي خديتوه فكيكون تياخذ وقت أكثر من الكافي بطبيعة الحال، حيت شي مرات تكون في دجاج ولا ريزيستونت ولا تيكون مغلف بالمانيزيوم يقدر ياخذ حتى ساعة ولا شي حاجة. المهم نحاول ناخذه قبل باش نكون فاهم بيلول اللي كناخذ أنا التأثير ديالها إمتى غادي يكون عليا أنا. وبطبيعة الحال ناخذ قهوة وأنا ما واكلش ماشي بحال نشرب قهوة وأنا واكل، ملي كتكون المعدة خاوية فداك الشيء تيدوز دغيا وكيمتص من المصان، ملي كتكون المعدة والمصان عامرين فبطبيعة الحال غادي يكون هذاك الشيء غادي ياخذ واحد الوقت شوية أطول. ما عليناش دونك الروتين المثالي ديال هاد لاسيست شنو غادي يكون؟ فغادي نجيب واحد القهوه نورمال صغيره بحال هكا نخليها تبرد شويه، ندير التليفون سيلونسيو، ندير واحد لالارم نص ساعه كاع باش حتى الا تعطلت تفيقني وما ندخلش في الديب سليب، وهنا خصني نتسنى حتى يسالي السيكل عاد نوض، سينو غنوض واحد اللعيبه ديال هذيك كتنوض تيقول لك الناس دمور العصر كتنوض مع 10 راسك اي نعم، وهي هذيك حيت تما كتنوض من النوم العميق، دماغك تيكون عميق يغط في النوم عميق في الغطوط تيكون فهمتي غارق وكتجي انت كتجبدو، اما بيان سور ما غيعرفش راسو فين، هو كان تيحلم ولا كان اصلا تيكون باراليزي جسمك ما تكونش تتحرك في واحد البارتيه فريمون باراليزيك باش يرتاح مزيان وانت كتنوض تما، راه رجلك ما تقدرش تهزها تيخصك شحال باش يلاه تنوض. دونك من بعد الالارم نحاول ندير هذاك الماسك والناس، الا درت الماسك من الاحسن يكون حدايا شي رجم باش منين نوض غير نحيد الماسك نشوف الشمس بحال هكا وتضربني الفيقه ونوض كما قلنا. ندير لعيبه الودنين نشرب هذاك الاسبريسو ديالي نحطها نتكى
واحد الحاجه اللي مكتاش لكم في الدراسه قبيله، هذوك الناس اللي غير غمضوا عينيهم واخا ما نعسوش فاكشافوا حتى هما تاثير افضل. دونك واخا نغمض عيني واخا ما يدينيش الناس غير نبقى مرتاح ونسها فراه كونوا هانيين، انا بقيت ساعين حتى كنتغنس. المهم كونوا هاني بان داكشي غادي يكون ناضي من الضوء. ايوا صافي، من بعد ما غنوض غنطل كما قلت لكم بحال هكا في الشمس بحال هكا واحد الدقيقه تقريبا نشبع الشمس مزيان، نمشي نغسل وجهي وغنكون ضربت احسن سياست فيك يا حياه. هو هذا كان معكم صابين فيتنس بالدارجه، ونبقى معكم ديما وبالدارجه. تهلاو.